أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، طلابي الأعزاء، نلتقي في الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة التي بعنوان إعراب الفعل المضارع. هذه الجزئية تتعلق بإعراب الأفعال الخمسة. بداية نتعرف ما معنى الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. مثال ذلك الفعل يكتب، ندخل ألف الاثنين، يقول نقول يكتبان وتكتبان، هما يكتبان وأنتما تكتبان. أما واو الجماعة، هم يكتبون وأنتم تكتبون. أما ياء المخاطبة فيتتعلق بالمؤنث، تقول أنت تكتبين. إذن نأتي من كل فعل مضارع بخمسة صيغ على وزن يفعلون وتفعلون، يفعلان وتفعلان وتفعلين. لذلك سميت بالأفعال الخمسة، لأنها خمسة أوزان. من كل فعل مضارع نأتي بخمسة أوزان أو بخمسة صيغ. أما الآن سنتعلم ما إعراب الأفعال الخمسة. ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. مثال الرفع، نقول الأولاد يدرسون بجد. يدرسون فعل مضارع لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، إذن هو مرفوع. فأين علامة الرفع؟ علامة الرفع النون، يدرسون، هذه النون بدل من الضمة. فنقول الأولاد يدرسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وهكذا لو كان بالمثنى نقول الولدان يدرسان بجد، فيدرسان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لو كانت ياء المخاطبة، أنت تدرسين بجد، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. لكن لو سبق بناصب أو جازم فإنه يجزم بحذف النون. نقول الطالبان لم يلعبا حتى اللحظة. لم يلعبا، حذفت النون، أصلها يلعبان. نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وهكذا لو كنا نحدث طالبة نقول أنت لم تدرسي بجد. تدرسي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. لو سبق بناصب أيضا فإنه ينصب. نقول الأولاد لن يرحلوا عن وطنهم. الأولاد لن يرحلوا، فيرحلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. لو كان بالمثنى نفس الكيفية، نقول الولدان لن يهملا التعليم. لن يهملا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. بقي السؤال، أين الفاعل؟ نقول الضمير المتصل في الأفعال الخمسة هو الفاعل دائما. حينما نقول لم يلعبوا، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. لم تلعبي،
الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. لو قلنا تلعبون أو تلعبان فألف الاثنين فاعل، وهكذا. أكتفي بهذه الجزئية في هذه المحاضرة، ثم نلتقي في الجزء الثالث من المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.